قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رينال تيومر بناين وحاجة اسمها الماليجنانسي. والماليجنانسي ده يا إما برايمري يا إما سكندري. سكندري ده سكندري تو ميتاستاسيس. يلا يعني ايه؟ يعني تيومر اني وير بس عمل ترانزميشن تو كيدني فساعتها او عمل انفلتريشن تو كيدني فساعتها بسميه سكندري. امال البرايمري حاجه من اتنين، لو دي الكيدني قدامكم يا اما التيومر يجي في الرينال بارينكيما يا اما الورم يجي في الرينال بلفس. لو جه في الرينال بارينكيما عندنا واحد هايبر نيفروما وعندنا اثنين حاجه اسمها والمس تيومر. والمس تيومر ساركوما دي اي كلام. التحليلي هو الهايبر نيفروما والوالمس تيومر. السؤال التحليلي المهم هو الهايبر نيفروما، الاقل اهميه هيبقى الوالمس تيومر. اتفقنا؟ بعد كده ناخد كلمه كده في الكانسر في رينال بلفس، كلمه صغيره عنه ونقفل موضوع تيومر اوف ذا كيدني. طيب نخلي عنواننا دلوقتي الهايبر نيفروما. البناين يا جماعه زي الادينوما، حاجه مش مكرره عليكم لانها قليله قوي في الديس اوردرز بتاعتها، وسرعان ما البناين ادينوما بتتحول الى كارسينوما. يبقى انا عنواني هيبقى ايه بقى ان شاء الله؟ يلا قولوا معايا الهايبر نيفروما. هايبر نيفروما اكتبوا عليه سؤال تحريري مهم، واكتبوا جار واكتبوا اكس راي. شوفوا مهم ازاي؟ تحريري وجار واكس راي واوبرتيف كل حاجه. الهايبر نيفروما ليها اسم كمان اسمها رينال سيل كارسينوما. اسمها ايه؟ رينال سيل كارسينوما. خدوا بالكم من الاسم الثاني ده لان مره جابوه قال ديسكاس رينال سيل كارسينوما. الطلبه اعتادت يا جماعه كده ديسكاس هايبر نيفروما. طبعا لما لهم رينال سيل كارسينوما فكروا شويه، يعني ربنا هداهم وارشدهم الحمد لله. الرينال سيل كارسينوما هي الايه؟ هي الهايبر نيفروما. بس برضه في ناس وقعت قالت بس هي دي الويلمس تيومر، اكيد ده الاسم الثاني بتاعها. وطبعا بدات تكتب في الويلمس تيومر ويا ريتها ما كتبت خالص، صح ولا انا غلطان؟ فهمته غلط خالص، والله ده حصل. طيب خلاص عرفنا هايبر نيفروما هي رينال سيل كارسينوما. هم ليه سموها هايبر نيفروما؟ يعني ما قالوش هايبو نيفروما؟ ده ليها كلمه على فكره. اللي دايما التيومر بيجي في الابر بول، ريليتي دايما لايه؟ للابر بول، ده صحيح. ونبدا نتكلم على الهايبر نيفروما واحصائياتها. يلا اول عنوان ينزل قدامنا انسيدنس. انسيدنس. بنقول ذا كومنست تيومر اوف ذا كيدني. يلا انسيدنس بنعتبر ذا كومنست تيومر اوف ذا كيدني. انسيدنس ميل كومن ذان فيميل، غالبا سن العيان من 50 ل 70 سنه، يعني احصائيه مفيش فيها خلل او كلام غريب. نيجي نتكلم على الريسك فاكتورز. انسيدنس ريسك فاكتورز. وهنا الريسك فاكتورز قايل لكم ثلاث حاجات. رقم واحد السموكينج. لقوا ان التوباكو يا جماعه التوباكو بيبقى له دور في الرينال سيل كارسينوما، بيديفلوب رينال سيل كارسينوما، السجاير. رقم اثنين وثلاثة، ثلاثة كاتب لكم طبعا الأدي نومة. أمال إيه بقى موضوع رقم اثنين ده؟ تقروه كده تحس عبارة ثقيلة حبتين. يقول لك loss of short arms of chromosome number 3. تحس العبارة ثقيلة. إيه loss of short arms of chromosome number 3؟ ثقيلة أوي صح. برغم إن أنت لو رجعت شوية زمان، فاكرين في الثانوية العامة يا جماعة؟ ولا كنتوا أدبي؟ فاكرين زمان كان الكروموزوم، فاكرين حصة الكروموزومات؟ وكان يقول لك الكروموزومز دي عبارة عن شورت لمب ولونج لمب. فاكرين يا جماعة؟ لما يقول لك كده عرف ما هو السنترومير، فاكرين يا جماعة؟ فاكرين سنترومير ولا لأ؟ إحنا قرينا غيره، فاهميني؟ كل ما نزل نفتح الجهاز التناسلية دي ونقعد نقرا الكروموزومات. فساعتها يقول لك السنترومير هو اللي بيمسك الشورت ارمز بلونج ارمز. هم لاحظوا حاجه دراسه ان كل واحد يجي له هايبر نيفروما يعملوا كروموزومال ستادز، ولقوا ان الكروموزوم رقم ثلاثه الشورت ارمز دول ابسنت مش موجودين. هم مش فاهمين ليه بس خرجوا بمعلومه. ايه المعلومه بقى؟
ان لو كلنا رحنا دورنا على الكروموزوم 3 لقينا الشورت ارمز ابسل، يبقى احنا ايه؟ ريسك فاكتور فور كارسينوما. هاو وين وير وي دونت نو، مش مهم ان احنا النو يعني مش هتفرق كتير، بس ابقى فاهم العباره. يبقى انا بقول ايه؟ لوس اوف شورت ارمز اوف كروموزوم نمبر 3، ده الريسك فاكتور اباوت المالجنس. كويس. عنوان الجاي الباثولوجي، وهنا الباثولوجي سايت ميك ذا اي مايكروسكوبيك بيكتشر. السايت احنا لسه قايلين اسمها هايبر لفروما، وسميت هايبر مش هايبو، علشان ايه؟ علشان ريليتد تو ابر بول، يبقى ريليتد تو ابر بول. حاجه كمان مهمه قوي هتلاقوها بقى في الصور اهي، لو دي الكيدني والتيومر طلع من فوق من هنا، بنلاقي الورم عامل كده. الورم ملوش كبسول، خدوا بالكم يا جماعه ده المفروض مالجنت، بس الورم عمل حاجه غريبه قوي، انه بدا يزق في الادجيسنت تيشوز لدرجه انه عمل منها فولس كبسول. يعني لما تيجي تتفرج على الورم شكلا، ان شاء الله لما الداتا شو هيجي بعد ساعه، المفروض انا واخد وعد يعني من الاوضه اللي جنبي، هوريكم الصور دي تاني وافهمكم ايه هي، لان ده في مقاطع اسمها موزايك وموزايك لا لا الداتا شو بتفرق جدا في العرض ده. عموما يعني الورم بيعمل ايه؟ بيعمل كومبريشن للادجيسنت تيشوز، فبيدي انطباع ان في كبسول، بس ما فيش كبسول، ده اسمه ايه؟ اسمه فولس كابسوليشن يا جماعه. يبقى الفولس كابسوليشن ده ايه؟ ده مجرد الادجيسنت تيشوز لما عمل عليها كومبريشن. السايز ده شكله، طب حضرتك حجمه قد ايه؟ السايز عامل ازاي؟ لا ده فاريبل من سمول تو لارج. طب المعلومه دي تفيدني جدا لما ناخد الورم تيومر، لما اخد الورم الثاني هتعرف ان السايز دايما هيوج سايز، لدرجه الويلنس تيومر كانوا بيقولوا دي ماس وطلع لها عيل، فاهمين الحدث؟ ماس وطلع لها راس ورجل، قالوا عيل يعني هيقولوا ايه؟ فبالتالي البرزنتيشن ماس هيوج. لا لا لا، النهارده انا بقول دي موجوده في الابر بول باي نيك داي بيكتشر، انا شايف فولس كابسوليشن فاريبل ان سايز ده متبقي لي الكاب سيكشن. لما اعمل كاب سيكشن باي نيك داي اشوف ايه؟ اي ورم في الدنيا انا بشوف لونين، هامرج اند نكروزس. الهيمورج لونه احمر ونيكروزس ابيض، صح؟ كان يقول لك في اي مقطع تيومر اشمعنى قلت على ده الورم؟ تقول له على كله احمر تقول له هيمورج، وكله ابيض تقول له نيكروز. ليه في هيمورج؟ لان الورم فاسكولار. طب ليه في نيكروزس؟ لان الفاسكولاريتي انسفيشنت، يعني ما هياش مكتمله، فبيكون النتيجه لهيمورج اند نيكروزس في التيومر باستمرار. النهارده في مفاجاه، ان الورم فيه هاي ليبيد كونتنت. في ايه؟ هاي ليبيد كونتنت. الهاي ليبيد كونتنت ده خلى الدهون اللي وسط العينه مع تواجد هامورج ونكروزس بقت ثلاث الوان. ايه الثلاث الوان بقى؟ الاحمر والابيض والاصفر. فمع بعض يا جماعه عملوا مزيج، المزيج ده اسمه موزايك شيب، هتلاقوني كاتبها على الصوره، اسمه موزايك شيب. يعني ايه موزايك؟ ايه الموزايك؟ هو موزايكو، هو موزايكو. موزايك، يعني تعرف يعني ايه الموزايكو؟ ايه الموزايكو ده؟ يعملوه في طرقات السلالم كده ما بين الشقق والزلل والبتاع. ايه الموزايكو؟ حد يعرف؟ يعني صحيح شاطر. بيجيبوا بص بيجيبوا مقاطع رخام والبلاء، هو موزايك درجات طبعا يعني، خلينا رخام بلاش بلاء. بيجيبوا مقاطع الرخام اللي هم الواقع منهم دي، يقوموا مجمعينها ورامينها كلها على سطح كده ورامين عليه زي اسمنت، ويبتدوا يجلوه فيدي مع بعضه كده شكل، شكل انت ما تبقاش رسمه ولا متخيله قبلها، الشكل على بعضه مقبول واسمه موزايكو. يقول لك عاملين موزايكو، هو كسره الرخام، ومش غالي ومش رخيص، ده غالي، انت بتاخد كسر الرخام، وبيني وبينك شكلا بيبقى في الاخر عامل ده الموزايكو، اختلاط الوان. وفعلا لما نشوف النهارده جار هتلاقي شبه الموزايكو بالظبط، شكله كده عامل زي الموزايكو، لدرجه وانت بتتكلم بتقول له انا شايف ماس ريليتد للابر بول موست بروبلي موزايك شيت، يعني شوف ده انت بتقول له موزايك شيت، فيرد الدكتور يقول لك يعني ايه الموزايك شيب؟ ما تقولوش بقى كسر الرخام وحركات من دي، هي مفهومه، لكن تقول له ايه؟ لا، موزايك شيب هو اختلاط الوان ابيض واحمر واصفر. طبعا الابيض والاحمر هما مين؟ هامرج ونكروزس، وضفنا عليهم الاصفر اللي هو مين بقى؟ الهاي ليميت كونتنت يا جماعه. كده الكلام يبقى مقبول. كاتب لكم مايكروسكوبيك بيكتشر. مايكروسكوبيكالي اتيز ادينو كارسينوما، اتيز ادينو كارسينوما، ومايكروسكوبيكالي ظهر نوعين منه. نوع اسمه الكلير سيل تايب، ونوع اسمه جرانيولار تايب. نوع اسمه ايه؟ كلير سيل تايب، ونوع اسمه الجرانيولار تايب.
ايه الكلير سيل تايب ده؟ يعني ايه كلير سيل تايب؟ قال لك دلوقتي العينه احنا دايما علشان نعمل لها فيكسيشن ونتفرج عليها اندر مايكروسكوب، يبقى انا محتاج ان اعملها فيكسيشن بايه؟ بالكحول. محتاج ايه؟ بالكحول. بس انا عارف ان الالكحول بيعمل ايه في الدهون؟ بيديزولف. فاكتشفوا ان بعد ما خدوا العينه وعملوا لها فيكسيشن بسبراي الالكحول ده وحطوها تحت الميكروسكوب، ان الخليه السرطانيه عامله زي ما تكون فاضيه، فيها كده مساحات فاضيه، فقالوا عليها كلير سيل. كلير سيل طيب ده من النوع اللي جواه كلير سيل، بس الكلير سيلز ما هي الا ايه؟ ليبت. بس حصل له ايه يا شباب؟ ديزولفنج بالظبط كده، بدا يدوب الدهون دي. ده الكلير سيل تايب. برضو بالمايكروسكوب لقوا الميتوكوندريا. الميتوكوندريا دي المسؤوله عن الطاقه في الخليه. لو ان الخلايا يا جماعه السرطانيه مليانه ميتوكوندريا بشكل كبير، طبعا هم بيتفرجوا مايكروسكوبيكال لقوها عباره عن نقط كتيره جدا، فاطلقوا عليها الجرانيولار سيل تايب. يعني الكلير سيل تايب والجرانيولار سيل تايب. انا كل اللي بتكلم فيه ده انا عنوان ايه؟ الباثولوجي السايت ونيكد اي ومايكروسكوبيك بيكتشر ادينوكارسينوما، واتكلمت على النوعين. حلو الكلام؟ صعب الكلام؟ عندنا عنوان جديد اسمه سبريد. سبريد. والسبريد يا دايركت يا بلاك يا لمف، مش كده ولا لا؟ دايركت سبريد يروح للي حواليه. وفعلا ممكن تبدا تخرج التيومر بعد ما كومبريس الادجيسنت تيشوز، تعمل مور انفلتريشن ليها. زي مين حواليها؟ كاتب لكم الذكر كاندي الفاشيا وكاتب لكم البرينيفريك فات. الذكر كاندي الفاشيا والبرينيفريك فات ده الدايركت سبريد بالنسبه لها. شويه يبقى عندنا دايركت وعندنا ليمف وعندنا بلاد. الليمفاتيك سبريد بتروح لريجنال ليمف نود، المفروض هنا الارتر والفين وحاجه اسمها ريجنال ليمف نود. الريجنال ليمف نود هو المفروض الرينال فين. رايح فين الرينال فين؟ رايح للانفيور فينا كيفا. ايوه ايوه. والارتري كان جاي من الاورطه. وانا قلت لكم يمكن مره ان الابدومينال الليمف نود في الابدومين بيحصل لها ديستريبيوشن مع الارتري، فبالتالي مع الرينال ارتري تتجه للاورطه عشان تروح للبرا ايه؟ اورتك ليمف نود. وصلنا برا اورتك الرحله كملوها، سيستمنا كيلاي سوراتك داكت لغايه الفيركاوس، وفعلا الهايبر نفروما معاها فيركاوس. يبقى انا هنا بقول دايركت تو ادجيسنت تيشو. الليمفاتيك سبريد قلنا خلاص بقى وصلنا من الريجنال ليمف نود للسيسترنا كيلاي على الثوراسيك ده بتاع الفيركاو. ايه حكايه البلاد سبريد؟ لا ده في حكايه. البلاد سبريد طول عمرنا بنقول لب لب ونقفل الحدوته. لا النهارده مش هقول كده، النهارده هقول هي باي امبولايزيشن او باي برميشن. امبولايزيشن برميشن. وبيني وبينكم اول مره اسمع برميشن. صحيح اول مره اسمع برميشن؟ لا اول مره اسمع برميشن. والله اول مره اسمع برميشن. اول مره اسمع برميشن في البلاد. احنا سمعنا برميشن في الليمف. في الليمف مع مين؟ ما اعرفش، الناس مش فاكره غير بريست، ما اعرفش ليه. بريست مين ولا اسمع؟ يعني ايه يعني بريست؟ غير. كانسر تانك. والثالثه الميلانوما. ثلاث مرات سمعنا عن ليمفاتيك برميشن. النهارده انا بسمع على بلاد برميشن. يعني ايه بلاد برميشن؟ فاكرين مره لما رسمت لكم البوست تيستيكل وقلت لكم ايه؟ البامبيني فورم بليكسس والتيستيكلر فين بتروح على الليفت رينال فين والرايت يروح على الانفير فينا كيفا، كانت بتوصل على رايت رينال انجل. فاكرين الحكي كده ولا لا؟ يقول لك لو في هايبر نفروما بتعمل سكندري فاليكوسيل. ليه؟ علشان الخلايا السرطانيه بتمشي في الفين باي بيرميشن، ولما تعمل بيرميشن تبدا توصل للانفير فينا كيفا تسده، وتبدا تسد كمان التستيكولار فين. فمن هنا يبدا يظهر السكندري فاليكوسيل. اول مره اسمع فيرنيشن في النير في الارتر يا جماعه، او انا اسف في الفينا بلاس سبلاي، فينا سبلاي او فينا درينج في لينف فيرنيشن. دي بالنسبه لي جديد، عشان كده كنت تتقلوا في الكلينيكال لو واحد بيقول لك سكندري فاليكوسيل اسبابها ايه، فتروح تقول له الهايبر نيكروما او تقول له بوست هيريورافي. هيقول لك هايبر نيكروما ايه الميكانيزم؟ قلت لكم كتير قوي لو فاكرين، ما تروحش تقول له ايه ده كدني بقى فيها ورم وكبرت وضغطت على التستيكولار فين. لا القضيه مش كده، القضيه ان في برميشن من المالجنت سيلز ماشيه في الفينوس سيستم وبالتالي وصلت لهذا التستيكولار فين. ده الكلام المحترم حضرتك. وفي كمان بلاد برميشن حاجه اسمها اسف امبولايزيشن. الامبولايزيشن حاجه اسمها كانون بول ميتاستاسيز اوف ذا لانج. خدتوا اكس راي بطنه؟ لسه ما حدش خد كانون بول ميتاستاسيز لانج؟ هاي
لا هو يعني في شافوها كانت عباره عن ايه؟ كنت بتلاقي البوث لانجز، لكن كنت بتلاقي كانون بول. روحوا ارجعوا للحصه او الناس لما تسمع الكلام ده يا جماعه هيقولوا لكم كده مين اشهر تيومر يعمل كانون بول ميتاستاسيس، هتلاقي نفسك تلقائيا بتقول له ايه؟ الهايبر نفروما. ليه؟ لان هي اللي بتعمل امبولايزيشن عنيف بالشكل ده فتملى اللانج من الميتاستاسيس يا جماعه. ادي عنوان اسمه سبريد. عندنا عنوان جديد اسمه ستيجنج. الستيجنج عندنا ستيجنج اسمه رابسون ستيج. رابسون ده اللي هينظف الوزاره يا اولاد، اكتب اسمه رابسون ستيج. رابسون ستيج ده بيقول ايه؟ بيقول ستيج 1 و2 و3 و4، وبيني وبينك لو حللناها لا كلام ده. ايه ستيج 1 يا رابسون؟ ستيج 1 ستيج 1 يقول لك تيومر كونفايند تو كيدني. يبقى انت عندك الورم فين؟ في الكيدني ده. طب مين ده بدا يخرج بره الكيدني ويروح لمين يا دكتوره؟ للذكر كاندي الفاشا والبرينيفريك ساد، بس لسه ما جابش لينفنوز. طب ولو جاب لينفنوز تبقى ثلاثة، ولو جاب ميتاستاسيس يبقى أربعة. روبسون ستيج صعب. روبسون نقولها كمان. روبسون قال ايه؟ قال واحد كونفايند تو كيدني، اثنين الذكر كاندي الفاشا والبرينيفريك ساد، ثلاثة ونون لينفنوز. ها عشان ثلاثة يبقى ايه؟ يبقى هو اللي فيه لينفنوز. واربعة هي ديستنت ميتاستاسيس، كده الكلام يبقى شكله لطيف. واحد واثنين اوبرابل، ثلاثة واربعة ان اوبرابل، عشان الناس تبقى فاهمة ايه فايدة هذا الروبسون سيجر. كلينيكال بيكتشر. ايه الكلينيكال بيكتشر؟ يلا الايج بتاع عيننا النهارده رجاله غالبا اكتر من ستات، والايج بتاعهم من 50 ل 70 سنه. بيشتكوا في ايه؟ في ثلاث كلمات، 50% 40% 30%. 50% بيشتكوا بهيماتوريا، 40% بين، 30% ماس. ركزوا قوي. اول ملحوظه لفتت نظري، 50 و40 و30 مجموعهم اكتر من 100. ده احنا كده بنتكلم في 120. ازاي؟ مين يفكر؟ ممكن يحصل اوفرلاب. اوفرلاب ممكن تلاقي لو انا جايب 10 5 عندهم هيماتوري، ولما اجي اتكلم على البين 4 عندهم بين، بس الاربعه دول ممكن يبقى 2 فيهم بين هيماتوري. فاهمين؟ فحصل اوفرلاب، عشان كده الاحصائيه مش خاطئه. بس الحقيقه الهيماتوريا هنا ليها كاركتر على بعضه. يقول لك توتال بينلت بروفيوس ريكرنت هيماتوريا، توتال بينلت بروفيوس ريكرنت هيماتوريا. هحط دايره على انهي كلمه؟ بينلس. جدع شاطر. لان في بينلس هيماتوريا وفي بينفول هيماتوريا، وده التقسيمات الجديده اللي بقى يقولوها للطلبه. فبالتالي لا، بينلس هيماتوريا دي محسوبه، توتال بينلس بروفيوس ريكرنت هيماتوريا. لو فاكرين حضراتكم وانا قدام العيان بتاع السكن الفاريكوسيل كنت بقول له ايه؟ يا بتاع الفرق ده بتاع الدوالي دي، انا عايز اعرف دي سكنت هايبر نفروما ولا لا؟ قول لي حضرتك كم سنه؟ كان يقول لك 30 بتاع. مش الايج اوف هايبر نفروما. طب حبيت تساله حضرتك بتتصير دم؟ لا. كنت بقول له ايه؟ ولا تحب تتصير دم يا دكتور. خلصنا. يعني دايما يا جماعه حوار كده، انت عندك دم تتصير دم ولا لا؟ تفرق كتير قوي. توتال بينس بروفيز الكارنت ماتوريا من العلامات الجامده جدا على عين. وبعد كده قايل المات، تلت الحالات ممكن تريبريزنت برينا المات يا جماعه. ادي الكلينيكال بيكتشر، ادي الكلينيكال بيكتشر. طبعا كاتب لكم مع الكلينيكال بيكتشر ان الاوكلت كارسينوما وارده جدا، وكاتب كمان بعد كده ان في حاجه اسمها اتيبيكال بريزنتيشن. يعني ايه اتيبيكال بريزنتيشن؟ اتيبيكال مفاجآت. هو انا لما اجيب لكم عيان ايه مشكلتك؟ اصل عندي دوالي في الخصيه. طب دوالي في الخصيه دي لما اثبت انها سكندري مش ممكن تطلع سكت هايبر نفروما؟ يبقى العيان دخل عليا بايه؟ بهايبر نفروما. في عيانين يا جماعه بتبقى مشاكلهم كلها الفيفر والويت لوس والانيميا، فيك سيمتوم مش فاهمه، مش فاهم ايه دول، لكن مع الفحوصات بتاعتي اقدر اوصل ان في هايبر نفروما، بس دي اتيبيكال يعني مش كلاسيكيه، صح؟ من ضمن الحاجات كمان يقول لك هايبر بارا مالجنان سيندروم. بارا مالجنان سيندروم يعني ايه؟ بارا مالجنان سيندروم يعني في حاجات كده دايما تلاقيها موجوده. زي ايه مثلا؟ يقول لك على سبيل المثال الهايبر كالسيميا. طب ليه؟ يقول لك اصل في بارا فرمون لايف سابستنس. بارا فرمون لايف سابستنس بيجي منين ده؟ ايه كويس قوي، بيجي منين؟ يقول لك بيجي من التيومر
او بيجي من البون ميتاستاسيس، يعني كبون ميتاستاسيس او تيومر بتطلع ماده اسمها بارا هرمون لايك سابستانس تلعب في ليفل اوف كالسيوم يا جماعه. يبقى انا هنا بقول ايه؟ بقول دي اسمها بارا مالجنانت. بارا مالجنانت يعني ايه؟ يعني حاجه جنب الكلينيكال بيكتشر، حاجه كيميكال بيتكتب. مين معاه الكلام ده؟ صح؟ يقول لك الماس الكبيره اللي انت فرحان بيها دي ممكن تعمل اسكيميا على التيشوز، وبالتالي ترفع لنا الاسكيميا معدلات تصنيع الار بي سيز الاريثروبيوتين، فتلاقي عند العيان بولي سايتيميا. وايه جاب علاقه بولي سايتيميا في الحدوته؟ الرينين او بنقول عليه ايه، الاريثرورينا الاريثروبيوتين ابتدى يعلى جدا عند العيان بسبب الهايبوكسيا اللي دخل فيها العيان بتاعنا عشان يستيميليت ار بي سيز بسبب الكومبريشن على الرينال تيشوز. ظهر عند العيان حاجه اسمها بولي سايتيميا. اسمها ايه دي؟ بارا مالجنا. يا جماعه الكلاسيكيه توتال بيل بروفيوس ريكرنت هيماتوريا. اذروايز انت ممكن تلاقي حاجات كتير جدا، وبرده موجود الامايلودوزس بس برده ما لهاش علاقات قوي بالحدوته دي، اسمها بارا مالجنا سيندروم. دخلنا على عنوان مهم قوي اسمه انفستيجيشن اند تريتمنت. اسمه ايه؟ انفستيجيشن اند تريتمنت. نعمل ايه؟ اطلب بقى الروتين اليورين اناليسيس واليوريا والكرياتينين. طبعا ممكن تلاقي ار بي سيز موجوده في اليورين، ممكن تلاقي بوزيتيف سايتولوجي مالجنان سيلز موجوده في اليورين. اعمل ايه العيان؟ قلنا ايه؟ اليورين اناليسيس واليوريا والكرياتينين. اعمل ايه العيان؟ بلينكس ري. بلينكس ري تلاقي شادو، شادو شادو. عملت بلينكس ري وشايف شادو كدني، بس شايف شادو ماس. افضل شيء دلوقتي اني اعمل الاي تي بي، والاي تي بي المفروض اللي بيبقى شكله عامل ازاي؟ بصوا اهي ده الكدني ودي الكالسيوم. لما جه الورم انضرب للمنطقه دي كلها، فهنا بقى في كالسيوم وبعد كده اثنين مش موجودين وفي كالسيوم ثاني موجود. شكله هيبقى عامل ازاي ده؟ طبعا نفسي كنت اوريكم الاشعه، معلش بقى يعني مش كل الناس دي اصلا بتشرح داتا شو يعني، لكن هنشوف لما يجيبوا لنا جهاز. يقول لك ادي الكالسيوم، مش اتفقنا دولت الكالسيوم وده لينا الايه؟ بلفس وده اليوريتر. الكالسيوم اللي انت بتتفرج عليها دي تلاقيها امبيتيتد ديستورتد. يعني ايه؟ يعني لما انا اجي لواحد من الكنس ده واعمل له امبيتيشن كده واطيره من الفيلم ده شكلها كده، واجي لواحد من ده اقصه كده، واجي ده واقوم رافعه كده وبعده عن ده، ايه ده؟ ايه ده الشكل؟ فين ده؟ الشافي انا بعد ما كنت شايف صوابعك كده، لا انا شايف صباعك مش موجود في الصوره، والتاني مقصوص، وده بعيد، وده بعيد برضه، بس ده بنسبه اعلى من ده، الشكل مش مظبوط. وتلاقي الصوره اللي مذكوره قدامكم دي تلاقي بالظبط شكل الهايبر نيفروم عامل كده. ويجي يقول لك ايه؟ شايف الكاليسيسز عامله ازاي؟ تقول لي ليه المسافه هنا طويله؟ فيجي زميلك يقول لك العباره الموجوده جامده قوي، اصل في امبيتيشن اوف كاليكس، كان في كاليكس موجوده بس امبيتيتد. امبيتيتد بمين طبعا؟ بتيومر. عشان كده يقول لك اي جي بي، اتفرج على الكاليسيسز الامبيتيشنز اللي حصل لها والديستورشن اللي حصل لها، واتفرج اصلا على الرينال فانكشن بتاعتها هي اوريدي شغاله ولا لا؟ ده ظهور الشكل ده قدامي يريحني. الشكل ده يا جماعه بيفكرنا بحاجه اسمها سبايدر ليج ابييرنس. سمعنا فين سبايدر ليج؟ بوليسيستيك كيدني. بس سبايدر ليج ابييرنس كانت المسافات اللي ما بين الكاليسز كانت تقريبا متساويه، صح ولا لا؟ عشان كده اقول لك تفرق بين الفيلمين ازاي ان شاء الله في الافلام. قول له لا، لو المسافات تقريبا متساويه ده غالبا البوليسيستيك كيدني ويبقى سبايدر ليج. لكن مسافاتي غير متناسقه بالشكل اللي موجود ده، اعتقد يا دكتور هتكون اكثر هايبر نيفروما. وصل كده الاي تي بي؟ طبعا السونار والسي تي سكان طبعا بنعمله من الحاجات المطلوبه جدا عشان نقدر نديتكت هذا الورم. سي تي سكان يا جماعه اللي عليه العين، سي تي سكان ما حدش يقدر يشتغل عمليه غير ومعاه سي تي سكان. دي الانفستيجيشن، دي الانفستيجيشن. عايزين نعمل لاين اوف تريتمنت، وهنا هنقول هو ابرابل ولا ان ابرابل. ابرابل يعني ستيج كامل، واحد واثنين خلاص بقى، يبقى يو ماست انك تبحث عن الاوبرابيلتي. واحد ريليتد تو كيدني، اثنين ذا خرج ذكر كاندل فاشيا، مفيش لمفاتكس. برغم ان كده هنشيل الليمفاتكس لان انا بعمل راديكال اوبريشن، وفعلا مع الاوبرابول بعمل توتال راديكال نيفريكتومي. توتال راديكال نيفريكتومي بشيل فيها ايه؟ بص اقرا بقى، يقول لك بتشيل كيدني، بتشيل ابر وان ثيرد يوريتر، ابر وان ثيرد مش كله، ابر وان ثيرد يوريتر، بتشيل سوبرا رينال جلاند يا جماعه، صح ولا انا غلطان؟ كل ده بيتشال. وبعد كده يقول لك خد بالك وانت بتشيل الكدني والابر ثيرد يوريتر والذكر كاندل فاشيا والسوبرا رينال جلاند لينف نود،
لازم اكون حاطط فاسكولار كلامب قبل ما اشيل الكدني. يا ابني ما انا كده كده هقصه، ما هو طبيعي يا جماعه بعد ما اعمل مانيبيوليشن للماس او الاورجن اللي هشيله اعمل دي فاسكولارايزيشن. قال لك لا، حط كلامب الاول. ليه؟ اصل الورم ده يا عم ما تامنوش، ده ممكن وانت بتعمل مانيبيوليشن للكدني تعمل سبريد ايه للماليجنال سيلز انترا فينس على البلاد عن طريق هذا الفيرميشن. لا، عشان تتجنب الديسيميليشن وانتشار الخلايا حط فاسكولار كلامب، دي كاتبها لك ان بي. الحقيقه يا جماعه بقيت على علاج ان اوبرابل، ولو ان اوبرابل بقول حاجه من اثنين، ريتكتابل ولا ريتكتابل. يعني ايه؟ يعني في بوزيتيف ليمف نود ادميتلي فيكسد ليمف نود، بس هل الورم ريتكتابل؟ اقدر اشيله واصطاده؟ لو قلت لي ايوه اعمل بالياتيف نيفكتابل، لو قلت لي لا يبقى انا لا املك سوى الكيمو ثيرابي والراديو ثيرابي، وانتهت الحدوته على كده. وصلت ولا لا؟ يا جماعه ياما سمعنا كانسر بريست ستيج 1 و2 راديكال ماستكتومي، 3 ريسكتابل اقدر اشيله بس ما امسكش الضلوع بالياتيف ماستكتومي، 4 لا املك في البريست سوى الراديو ثيرابي والكيمو ثيرابي. فاهمين ولا لا؟ نفس الحدوته النهارده، هايبر نيفروما موضوع خفيف، وتلاقي اصلا الاورام سيستمها كده موضوع بسيط قوي ما فيهوش اي فن خالص. طيب تعالى بقى نحكي على القصه الثانيه، الوالمس تيومر. ادي الوالمس تيومر اسمها نيفروبلاستوما، وبدات اقول دي تيجي في الاطفال، والبيك بيوصل 3 4 سنين، 90% تحت كام سنه؟ 7 سنوات. جايب لكم صوره طفل كوش، والطفل ده في الباثولوجي واضح ان عنده ماس. الماس يونيلاترال ولا بايلاترال؟ يقول لك هي اوكيجنالي انها ممكن تبقى بايلاترال، يعني ممكن الاقيها بايلاترال يوني، لكن بات مي بي بايلاترال، واهم حاجه ان الجار عندنا بايلاترال. اتفضلوا بقى معايا. باثولوجي كمان في الابر بول زي اللي هناك. الشيب هناك كنت قعدت اقول دي بتكمبريس وتدي فولت كبسول، فاكرين حاجات من دي؟ دي مجرد راوند دماغ. طب والسايز فاريبل من ايه؟ من فيو سنتيمترز لغايه ما توصل ايه؟ مودريت ولارج سايز. لا دي هيوج. نفسي انكم الطفل اللي ممكن يوصل 7 سنوات اللي قدامكم ده لو افترضنا ما هو بيمشي بتاع 5 6 سنين، شايف الماس اللي طالعه له؟ شايف بطنه كلها عباره عن ماس ازاي؟ ده بيسموا الاولاد دول تشايلد، بيسموه سبندل شيب تشايلد. سبندل شيب تشايلد يعني الولد عباره عن ماس، ماس طلع لها راس ايدين رجلين، قالوا ده شبه السبندل شيب، سبندل شيب تشايلد. الكات سيكشن انا هناك قعدت اقول موزايك واحكي، لا النهارده الحدوته كلها ان في جريش ماس انا بتفرج عليها وهامورج اند نكروزس، مفيش جديد. مايكروسكوبيكالي هناك قلت ادينو كارسينوما وتو تايبس اوف سيلز لو حد فاكر، صح ولا غلطان؟ لا ده الويلز النهارده بقول كلام تاني، بقول مايكروسكوبيكالي هي عباره عن نيفروجينيك امبريونيك تيشوز. يعني ايه؟ مش المرض اصلا ظاهر في الاطفال، والكيدنز كان اساس التيومر اللي ظاهر منها، كونكتيف تيشو ميكس تيومر كده من كونكتيف تيشو وابيثيليوم. مصدر الخلايا دي ايه؟ يا ريت توصلوا لها كده بايديكم وعلموا تحتها، اسمها امبريوجينيك نيفروجينيك تيشوز. اهي اسمها امبريونيك نيفروجينيك تيشوز، هي دي امبريونيك نيفروجينيك تيشوز، هي ديت ان انواع الخلايا اللي بيطلع منها التيومر اللي هي اصلا ايبيثيليال واصلا كونكتيف تيشو. يعني الموضوع كله ايه في الاخر؟ مشكله في الامبريولوجي، في خلل في الامبريولوجي. حتى الخلايا بص اسمها ايه؟ اسمها ايه؟ مالتي بوتنت ميزيديرمال سيلز. يعني كاني بحكي في ايه يا جماعه؟ فاكرين مره لما قلت لكم ميزونيفروس وميتانيفروس؟ يعني انا بحكي في مصادر الامبريولوجي هي اللي طلعت هذا التيومر اللي ايكوال سكس، يجي ميل او فيميل اكسن تايم. بعد الباثولوجي عنوان السبريد. السبريد هناك كان حكايه، هنا ولا حاجه، الموضوع بسيط قوي. بص للسبريد هناك قلت ايه؟ قلت دايركت لذاكر كانديل فاشيا مفيش جديد. قلت لينف قعدت احكي لحد ما وصلت للزركاون، هنا ليت كومن. قلت بلاد وقعدت اقول البرميشن والامبولايزيشن والكانون بول والحكايه، الكلام ده مش موجود هنا خالص. شفت بقى؟ يبقى انا يوم ما امتحنك اجيب لك ايه؟ هايبر. اولا انت مش بتاع اطفال، واحتمال ما بتشتغلش اصلا اطفال، يعني اورام اطفال، فبالتالي طبعا هايبر نيفروما. هايبر نيفروما اللي متركب عليها الشغل كله يا جماعه. بعد السبريد ده جار اهو. ادي جار. جار ده من جارات سنه ثالثه برضه. كان يقول لك بوث كيدني نص باي سيكتد وان كيدني. واللي في النص ده مين؟ ده الاورطه. اللي في النص ده مين؟ ده الاورطه. ياه يبقى اللي قدامك بوث اوبرتيف ولا بوث مورتم طبعا.
طبعا بص بص عشان ايه؟ عشان اوض. وغير كده كمان مش بص كدني، مش بص كدني موجودين قدام حضرتك، ده الجار بتاعنا. الجار ده يا جماعه لو موجود بيمتحنوكوا في هايبر نيفروما وكده يبقى هو فير معاك جدا، لكن طبعا مع جارات الهايبر نيفروما لو هو قاسي هيدخلك في الويلم تيومر ويذلك، وبيني وبينك مش محتاجه قوي. فاكرين الكلينيكال بيكتشر قلت ثلاث ارقام، قلت 50 40 30. ال 50 ماتوري 50% و40 بين و30 ايه؟ ماز. تعالى على ال 30 ماز دي واشطبها وحولها بقدره قادر ل 90% ماز. هي دي الكلينيكال بيكتشر. يبقى الكلينيكال بيكتشر 90% الطفل عنده ماز لايك سبيندل شيب، 50% الهيماتوريا، 40% البين. اتفقنا كده؟ يبقى الامور ما بعدتش عن نفسها باستثناء طبعا ان اعتبرت الماس اكتر حاجه. ضفت رقم 4 هايبر تنشن، كان لازم اقول هايبر تنشن لان لما اقول ماس يا جماعه طلع على كدني بالشكل اللي انت بتحكيه يبقى لازم تعمل كومبريشن على التيشوز، يبقى لازم تزود رينين انجيوتنسين سنجن سيستم، يعني لازم تعمل لنا ايه؟ تعمل لنا هايبر تنشن. شايفين الكلينيكال بيكتشر عامله ازاي ولا لا؟ شايفين شكل الاطفال؟ ادي طفل ماس وادي طفل جار غير جار. عندنا كمان سي تي سكان بتورينا الوالمس تيومر، سي تي موجوده في الاسم وبيجيبوها للطلبه سي تي سكان. تخيل السنه دي تخرج بجار وتخرج بسي تي سكان، انا شايف ان ده افضل بكتير من انه يجيبها ريتل، هي ضعيفه ريتل. في اناماليز انت لو عند الطفل ممكن تلاقي نفس الطفل عنده كريبت اوركيديزم، يعني عنده بايلاترال اندستندد تيستيكل، ممكن تلاقي فتحة اليوريثرا من تحت الجينيتاليا اسمها ايه؟ الهايبر سبيديوس. دي اسوشيتد اناماليز ممكن تلاقوها عند الاطفال. الطفل عنده ماس وفور ديفرنشال دايجنوزس وفرينال سوينج، وتيجي وانت بتتكلم يقول لك مثلا ايه؟ ايوه طب ليه ما تبقاش بوليسيستيك كيدني؟ يقول لك اتقصد الانفانتايل تايب لان في اطفال. ليه ما يكونش هايدرونفروزس؟ حضرتك تقصد هايدرونفروز كونجينيتال كوزس، يعني مش اي كلام يقدر يتقال كديفرنشال دايجنوز. عشان كده لما كتبتها لكم كتبتها بحساب قوي، كتبت بوليسيس انفانتايل تايب، كتبت هايدرونفروزس الكونجينيتال تايب، كتبت تي بي كيدني او جايز ريتروبيريتونيال تيومر. عموما الحكم في الامور هو الالترا ساوند اند ايه اند سي تي سكان في الانفستيجيشن. خدتوا بالكم انا عامل ايه ولا لا؟ ما انا كاتب لك اللاب هي هي، وكاتب لك بلين اكس ري شادو، وكاتب لك اي دي بي بيوري لك الانلارجمنت والامبيتيشن في الكاليتز ونفس الحكايه، والسونار والسي تي سكان والميتاستاتيك ورك اوت. ايه اللي انا كاتبه؟ طب والتريتمنت؟ اوبرابل وان اوبرابل، وقايل الاوبرابل الراديكال اوبريشن، وحتى الان بي بتاعت الديستيميشن موجوده. انا ما قلتش جديد يا جماعه. طب ولو ان اوبرابل ريسكتبل ولا ريسكتبل؟ اشيلها. طب ولو مش ريسكتبل فيكسد او ريسكتبل؟ هناك قايل كيمو ريدي، هنا لو خدتوا بالكم قايل كيمو فقط. عشان كده حط دايره على كيمو واكتب طبعا الري اكسبوجر والكلام ده. كيمو فقط يا جماعه، مفيش راديو في الويلمنس. يبقى بالله عليك الويلمنس لما اقول لك نصه انفستيجيشن وتريتمنت بتساوي الهايبر نيفروما، يبقى قولنا نجيب مين يا شباب؟ الهايبر نيفروما. صح ولا غلطان؟ بس الويلمنس كده اتحرق وياي. المفروض خلصنا تيومرز والمفروض تيومر في الرينال بلفس ده مشطوب. تيومر في الرينال بلفس انا مش هشطبها، بس بص بقى نعمل حركه ذكيه وخد ودي معايا. انا عندي الرينال بلفس التيومر ده نوعين، ترانزيشنال وسكويمر. ترانزيشنال وايه؟ الترانزيشنال اعرف عنه كلمتين وبس، حط دايره حتى على الكلمتين. اول كلمه مكتوب سبريد باي امبلانتيشن، حط دايره على امبلانتيشن دي. spread by implantation، حط دايره على implantation وسيبك من بقيه الكلام وانزل تحت خالص. التريتمنت توتال نيفرويوريتريكتومي، توتال نيفرويوريتريكتومي حط عليها كمان دايره. ايه اللي انت عملته لنا ده بقى؟ انت قايل ان ترانزيشنال كارسينوما، بصوا معايا اللي بيجي في رينال بلفس ده بيعمل spread by implantation. implantation دي اول مره تسمعها يا جماعه. spread by دايركت تقصد دايركت، لا implantation يعني بلطجي، يعني ما ياخدش لقدام، وده ممكن ياخد لقدام اكتر. ايه ده؟ وبالتالي لما اجي اشيل الورم بسيفتي مارجن ما يكفينيش دم، ده امبلانتيشن يا عم.
وبناء عليه اضطر اعمل توتال نيفرو يوريتريكتومي. يعني انا استفدت قوي كده، استفدت جدا. لما يجي الدكتور يعلى كده معاك في اللجنه وشبابنا باذن الله تفرق، لما يقول لك ايه ده تي بي كيدني، تي بي كيدني كيزيو كافيرنس الفيلو كافيرنس، فاكريه جولف هول ها تمبر بلور، قول لي هو تي بي كيدني علاجها ايه؟ توتال نيفرو يوريتريكتومي، لان في شورت يوريتر. ويقول لك طيب توتال نيفرو يوريتريكتومي تفرق عن توتال نيفريكتومي؟ اه يا بيه انا التاني بشيل تلت بس. طب ليه هنا ما شلتش التلت بس؟ عشان اليوريتر ايه؟ شورت. يقول لك سمعت فين تاني توتال نيفرو يوريتريكتومي في المنهج؟ والله يا جماعه ما اقل واحد يقول، يعني مش اي حد يقولها. سمعتها فين توتال نيفرو يوريتريكتومي؟ شوفوا انت بتقول له ايه؟ ترانزيشنال سيل كارسينوما بتاع سيرينا البلدس. والله تلاقي الناس بصالك كده، الواد ده عاري سبيشال ولا ايه؟ اصل السبيشال ما بيتقريش قوي كده والله العظيم. ويجي الدكتور ياكد المعلومه يقول لك ايه؟ طب واشمعنى؟ تقول له اصله بيعمل سبريد باي امبلانتيشن، يبقى عايز يشيلك يرقص ليك في الهواء. انت بتحكي في ايه؟ وفي الاخر انا ما شطبتهوش، انا خدت منه ايه؟ معلومتين. وبيني وبينك حتى لو هو ما سالنيش انا ارميها له. والعلاج ايه؟ توتال نيفرو ريتريكت من حضرتك للتي في كيدني، زي حضرتك ما كنا بنعمله ترانزيشنال كارسن هو بتاع الرينال بيلفس بتاعت الكيدني. ايوه افهم زمايلك دمرهم، دي رسالتي في المجتمع هنا، انتوا فاهمينه ولا لا؟ طيب دي سيبنا من الباقي، انزلي تحت هتلاقي كاتب لك سكويما سيل كارسينوما. طب وده ناخد فيه ايه؟ حط دايره على الستون، دايره على الستون، وحط دايره على ريجيو ريزيستنس. ليه؟ ان شاء الله هناخد دلوقتي تيومر في اليورينري بلادر، ولما ناخد اورام اليورينري بلادر هنعرف انها نوع اسمه بالهارزيان ونون بالهارزيان. منها ستونز، يعني الستونز ممكن تعمل اورام في البلادر؟ اه. طب وتعالى هنا يا جدع، انت مش احنا واخدين اصلا كلينيكال بيكتشر اوف يورينري ستونز ان اخر كومبليكيشن ممكن تعمل تيومر في البلدس اند بلادر؟ حصل ولا ما حصلش؟ طب لما تعمل تيومر في اليورينري بلادر تعمل سكويما؟ لا، تعمل ترانزيشنال. يا بنت الذين، يعني الستون فوق تعمل ترانزيشنال، وتحت فوق اسف تعمل سكويما، وتحت تعمل ترانزيشنال كارسينوما؟ اه. طب وترانزيشنال كارسينوما تطلع ريجيو سنسيتيف ولا ريزيستنت؟ سنسيتيف. وبالتالي الرينال ستون يا سبحان الله في الرينال بلفت اللي انت بتقول تعمل اورام، اديك عارف اهو تعمل النوع السكويما وده ريجيو ريزيستنس. تنزل في البلادر؟ لا، السكويما ده نصيب البلهارديز، تقوم تعمل الترانزيشنال كارسينوما في اليورينري بلادر اند ات از ريجيو ريزيستنس. يا جماعه الكلمه دي والله بتفرق مع الطلبه قوي واحنا شغالين. انا شطبته بس خدت كلمتين ودخلت بيكم دلوقتي طبعا على مين؟ على كانسر يورينري بلادر. اكتبوا عليه تحريري مهم. كانسر يورينري بلادر. كانسر بلادر هبدا عرضه كالاتي. كانسر بلادر هقول كومن ان ايجيبت بيكوز اوف بلهارديز. البلهارديز يا جماعه مع الكولوم كنت بقول نيفر تو بي بري كانسر. بلهارديز في اليورينري تراك والبلادر، بلهارديز اوف يورينري بلادر، فساعتها بقول عليها بري كانسر. البلهارديز تعمل تيومر اسمه ايه؟ سكويما سيل كارسينوما بالهارديال كوز. نون بالهارديال كوز ترانزيشن. النسب مكتوبه ايه؟ كاتب لك 40% وكاتب لك 50% الترانزيشنال. طب بالله عليك عنده ورم 40% بالهارديال و55% نون بالهارديال كوزز، اسباب ثانيه خالص. يبقى لو فكرت كده وشغلت دماغك، هل تبقى البلهارديز فيها الكومن؟ ده 40%، انا عندي حاجات ثانيه 55. لا، البلهارديز كومن. ازاي؟ نعم. لو اقصر كوز يعني ده كوز واحد يعمل كام؟ بالظبط، هو كده مظهور اللي قاله صح. ده سبب واحد. هو انت جاي النهارده تقول لي اصل في لعيب كوره واحد جاب اربع تجوان وفرقه ثانيه جابوا خمس تجوان بس خمس لعيبه اللي جابوهم؟ لا يا دكتور، يبقى اكيد ده هو اعلى منهم طبعا. ده لوحده جايب 40%، صح اللي انت قلته. وفعلا يا جماعه البلهارديز بتكسب هنا واحنا في بلدنا ايجيبت. البلهارديز حتى لما نيجي نتكلم على الريسك فاكتور، البلهارديز بتبدا في الشباب الصغيرين. فاكرين بلهارديز وبلادر؟ حكينا فيها مع مين؟ يونج بيشنت ميل اكتر من فيميل لو فاكرين. وبناء عليه يوم ما بيوصل التيومر بعد 20 سنه بيبقى لسه سنه في الاربعينات يا جماعه.
عشان كده البلهارديال تايب او السكويمس ده كانسر بلادر تحت 40 50 سنه، تحت 50 سنه. ترانزيشنال ده تيومر فوق كام سنه؟ فوق 50 سنه. ايه البري ديسبوزنج فاكتورز بتاعتك؟ بص بقى انا عرفتها ازاي، انا قايل كده ومحفظها لنفسي. الاوفا ليها دور والدوده ليها دور، خلاص. الاوفا ليها دور والدوده ليها دور، دي او الاوفا والدوده والسيستايتس اللي هو التهاب المثانه ليه دورين. يبقى تعالوا كده ايه نمسكها واحده واحده، البلهارجيا الاوفا وبعد كده البلهارجيا الورم وبعد كده البلهارجيا السيستايتس عملت ايه؟ البلهارجيا السيستايتس عملت ايه؟ نبدا الاوفا. الاوفا عماله تعمل كرونيك اريتيشن في البلادر، شكرا، ده لوحده بري كانسر. طب الدوده، يقول لك الدوده بتعمل ابنورمال تريبتوفان ميتابوليزم وده بري كانسرس. تحس المعلومه بايخه، ايه ابنورمال تريبتوفان ميتابوليزم يعني ايه؟ بيني وبينكم وانا طالب كده كنت اقعد احتقر المعلومات دي واقعد اكتب كده لازم تحفظ، عارف انت كلمه لازم تحفظ دي كلام مش داخل دماغك، قلت لازم ايه التريبتوفان وايه الحكايه. لما اتخرجت لقيت الموضوع، لا الموضوع مهم والله ده ولازم احترمه. ليه بقى؟ لما الاقي زميلي رسالته كده عن الابنورمال تريبتوفان ميتابوليزم البلهارديا الورم اندوجز، يعني انتوا فاهمين؟ اجري بقى التريبتوفان ده وترجع تقرا في البايو كيمستري، ترجع تاني سنه ثانيه. فاكرين كان بايو كيمستري عباره عن ايه سنه ثانيه؟ ميتابوليزم، ليبيد ميتابوليزم، كربوهيدرات، بروتين وزيت. وتفتح في البروتين تفتح بقى تريبتوفان، يقول لك سايكل، تقعد تقرا كده ودماغك كده تولون منك، وبعد ما تولون منك كده تيجي في الاخر ديك السطرين اللي فيهم الخلاصه الابلايد ان هذا التريبتوفان الميتابوليزم بتاعه لو حصل فيه ايرور بري كانسرس في البلادر. شكرا خلاص، دي اللي انا عايز. فمن فضلكم لما تقروها ما تبقوش متضايقين قوي، اعرفوا ان كانت احدى رسائل احدى الاطباء اللي غطس جواها ويمكن ما طلعش، بس في الاخر قلنا ايه؟ ابنورمال تريبتوفان ميتابوليزم كارسينوجينيك. السيستايتس مع امونيا، والامونيا اريتال بري كانسرس، والسيستايتس على نفس وزن التريبتوفان ميتابوليزم. يقول لك بتزود البيتا جلوكورونيديز انزايم، والانزايم ده لو علي بيحول نون كارسينوجينيك تو بي كارسينوجينيك كومباوند. بتطول بالعرض لازم تتقبل ولازم تتحفظ. ما وصلتش قول له ثلاث حاجات مفيش فيهم كلام، قول له الاوفا بتعمل كرونيك اريتيشن، والسيستايتس والامونيا كرونيك اريتيشن، بالتالي ابنورمال تريبتوفان ميتابوليزم من الصعب قوي انساها، يبقى دي الثالثه ممكن تلقط معايا. انا كده معايا يا جماعه بري ديسبوزنج، بس كلهم ورا مين؟ ورا البلهارديز صح؟ امال الناحيه الثانيه بقى قايل لك لا، مخلفات المصانع زي ايه؟ الانيلين دايز. ايه الانيلين دايز؟ مصانع ايه؟ الانيلين. اكتب مخلفات مصانع الجلود، عارفين دبغ الجلود؟ المدابغ اللي هنا في بين في اسمها ايه مجرى العيون دي. المدابغ ديت يا جماعه الميه اللي جايه من الجلد دي بتروح فين؟ حضرتك بيرموها على الصرف الصحي، اللي هو في الاخر راح فين يعني؟ راح على ميه النيل بتاعك اللي حضرتك رايح تتنيل تنزل فيه ولا تشرب منه، صح ولا انا غلطان؟ والله يا جماعه ما بهزر. ايوه الحاجات دي مخلفات مصانع ممنوع تتحط على الميه اللي بنشربها. امال هنا الفشل الكلوي بيجي منين؟ وخلينا نتكلم بسرعه عمليه، والكانسر بلادر بقى يجي منين؟ ايه اللي يخلي الميه اللي اشربها تنزل تعمل اريتيشن للبلادر؟ لان الميه دي ممكن تكون ملوثه بالانيلين دايز. طب ايه الاروماتيك دايز؟ مصانع العطور، عارفين الشبراويش والبتاع والخمس خمسات والثلاث خمسات والحاجات دي؟ مخلفات المصانع دي بترمي مواد بتترمي على النيل، فممكن تعمل اروماتيك امايلز. سيجاريت سموكينج، السجاير، كل انواع السجاير ما عدا المارلبورو الابيض ممكن تبقى بري كانسرس مع تحفظنا طبعا. بريفيوس بيلفيك ايراديشن، لو واحد واخد راديو او واحد واخد كيماوي زي مين؟ سايكلوفوسفامايد او في فينستين دراج ممكن يبقى ريسك فاكتور فور كانسر. ايه ده كله ده؟ واشهر حاجه موجوده دلوقتي وربنا يحفظ ولادنا بقى الارتفيشال ايه؟ سويتنر. ايه الارتفيشال سويتنر دي؟ مش الملبس، العصاير. هيكون هات اي عصير دلوقتي تقرا يقول لك ايه؟ مكتبات طعم، مكتبات لون، مكتبات ريق. طب فين الفاكهه اللي في الموضوع؟ انت فاهم ولا لا؟ مكتبات مكتبات مكتبات، وتيجي كده ارتفيشال سويتنر.
ارتفيشال سويتنس دي يا جماعه من الحاجات البري كان تراست وكان فلاتر. عارفين احلى عصاير كانت تتشرب وما فيهاش ريسك اوف كارسينوما اللي احنا اتربينا عليها؟ عصائر قها. عارفين عصائر قها؟ سمعانا ولا جيلكم ما يجيبهاش؟ جيلكم ما يجيبهاش؟ انت من ايام عصائر قها معانا؟ طب اوكي. بعد كده البري كانسرس ليجن، مين منكم فاكر البنهر ديزيس اوف يورينال بلاد الهايبر بليزيا في السل اللي عملت برونز نسك سيستايتس سيستيكا ثم جلاندلاري ثم سكويموس ميتا بليزيا؟ طب ما كل دول يا جماعه بريكانترس مع البنهرزيا. طب وترانزيشنال؟ لا انا كاتب لحضراتكم حاجه ثانيه، الفيلاس بابيلوما اي بناين تيومر، وكاتب لك اكتوبيا فازايكا. احنا خدنا اكتوبيا فازايكا، انا خدت اكتوبيا فازايكا ومعاكم وقلت لكم دي بريكانترس، يوم ما تقلب كانسر يبقى مين؟ الترانزيشنال كارسينوما. كده يبقى الكلام مظبوط. ايه الباثولوجي؟ السايت لاترال اوس، هنا يقول لك لاترال اند بوستيريور. بوستيريور ده يعني تيجي في الرايجون، تيجي ورا، لاترال اند بوستيريور. تتكلم على نيكد اي بيكتشر، وبص بقى هنذاكرها ازاي. يقول لك نادرر 85%، 85% ايه؟ نادرر 10 التراتيف 5 بابيلر. ممكن احفظها بطريقه لطيفه قوي. يقول لك نودولر 85% 10% التراتيف و5% ايه؟ بابيلري. طب ركز، انا صعب احفظ ثلاث ارقام، ما بالك بعد شويه هقول لك ان ترانزيشنال كارسينوما شايفين شكلها عامل ازاي؟ بابيلري اكتر، والبابيلري فيها بتمثل 90% و6% نودولر و4% التراتيف. تحفظ ست ارقام ولا تحفظ رقمين؟ احفظ رقمين بس. نادلر 85% يبقى 15 ايه؟ يا التراتيف يا بابيلري. 90% بابيلري يبقى 10% ايه؟ يا نادلر يا التراتيف وخلاص. وكده تبقى اكسبتد جدا ومحدش يقدر يتكلم معاه. المهم تحفظ الرقمين دول مظبوط. اذروايز الموضوع خلصان. مايكروسكوبيك، ما هو السكويموس سكويموس وترانزيشنال ترانزيشنال، صح؟ بس لاحظوا حاجه، لاحظوا ان مع ترانزيشنال كارسينوما ظهر معلومتين في الباثولوجي. معلومه تفيد بتوع الباثولوجي ومعلومه تفيدني انا كجراح. المعلومه اللي تفيدهم ان اورام ترانزيشنال يا ويل يا مودريت ديفرنشيتد يا اما ال ديفرنشيتد. انا بصراحه الجريد دي مش بتفرق معانا قوي، ويل ولا مودريت ولا ال او بور مش فارقه دي معايا، لكن دي فارقه معايا قوي، جديده قوي يا جماعه، جديده قوي دي. بتقول ايه؟ يقول لك ترانزيشنال سيل كارسينوما قسموها لسوبرفيشال تايب وديب تايب. احنا عمرنا ما قسمنا الاورام كده. اول ما اقول كانسر بريست مش حاجه، كانسر بريست سوبرفيشال ولا ديب؟ يا عم انا هشيل راديكال. كانسر في الترابيزه سوبرفيشال ولا ديب؟ هشيله كله. لكن سوبرفيشال وديب اول مره تتقسم. قال لك سوبرفيشال يا دوبك وصل للمصل بس، لكن الديب ده داخل في المصل وعمل انفلتريشن ليها. تفرق معايا كجراح؟ تفرق جدا. لما هنتكلم على علاج الكانسر بلادر النهارده ان شاء الله هنقول علاج الكانسر بلادر، ان لو كان اصلها ترانزيشنال لازم اوقف واقول هي سوبرفيشال ولا ديب. تخيلوا يا جماعه التقسيمه دي مهمه. عنوان الجديد سبريد دايركت وبلاد ولم. يقول لك البيلهر ديز ماله السبريد فيها دي ليه؟ ليه؟ علشان في كالسيفيكيشنز موجوده في البلادر. جت منين دي؟ يا جماعه البلهرزيز فاكرين من ضمن الكومبليكيشنز بتاعتها ايه ولا لا؟ كالسيفيكيشن. بعمارك ما كنت بشيلها في حاجه اسمها لايسو لابيكسي، فاكرينها ولا لا؟ طب ما النهارده لو في كالسيفايد بلادر وعملت تيومر اكيد الفايروس سبريد هيبقى ضعيف. ترانزيشنال ملهاش في الموال ده خالص. طيب تعالوا نشوف كده نموذج لدايركت سبريد. كانسر بلادر ابورد للبريتونيوم والباول، داونورد لليونيترا، ورا ريكتم، اون ايش سايد بيلف كول. يبقى نايس لك لو راجل البروستيت والسيمينال فيزيكال، ولو ست يبقى الفاجينا اند يوتراس. ايه رايكم في الانفلتريشن اللي حصل ده؟ دايركت سبريد لكل اللي حواليه، قدام فيزيكال بيوبس، ورا ريكتم، ايش سايد بيلف بون، فوق بريتون وباول، وتحت ينزل على اليوريترا. يا نهار
وطبعا راجل وست حضرتك بتوزع الجينيتاليا بتاعتهم وياك. وبالمناسبه انا تعمدت اقولها ليه مرتين كده، لان هما دول اللي انا هبدا اعمل الريسبشن حواليهم او اقرر هي فيكسد ولا لا. الليمف البيري فازايكال ليمف نوت على الانترنال ايلياك تكمل رحلتها الى الكامن ايلياك ليمف نوت وتطلع برا اورتيك وتتوقف عند برا اورتيك. بعد كده بلاد سبريد رير اند ليت، رير اند ليت بلاد سبريد. في واحد اسمه ولا 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 اسمه ايه؟ ولا 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 كلاسيفيكيشن. قال ايه ولا؟ ولا قال تعالوا بصوا للصور معايا. اول ثلاثه موبايل تيومر والرابعه فيكسد. اول ثلاثه ايه؟ موبايل والرابعه فيكسد. تعالى نقول اول واحد. في واحد موبايل بس نوت انديوريتد. يعني ايه نوت انديوريتد؟ يعني ميوكوزا بس، يعني مش ماسكه في المصل. اثنين موبايل بس انديوريتد، يعني ماسكه فين؟ في المصل. ثلاثه موبايل وانديوريتد بس وصلت ايه؟ اكسترا فازايكال، لكن لما توصل لبلفيك بون يا ابني تبقى فيكسد تيومر اللي هي اربعه. وصلت ولا لا؟ الولد كلاسيفيكيشن تقسيمه لطيفه ظريفه مش وحشه بندخل بيها على الكومبليكيشن والكوز اوف ذات. ايه اللي يموت بكانسر بلادر؟ ايه اللي يموت بكانسر بلادر؟ اليورينيا والبايلونيفرايتس. ثاني مره تموت بايلونيفرايتس، وطبعا السبب هو الهاي فاسكولاريتي والدم. العيان يجي له ايه؟ رينال فيلير. العيان ممكن يدخل مننا في ديستنت ميتاستاسيس وتكون هي دي كوز اوف ذات. عشان كده تنوع قوي اسباب الكوز اوف ديث والكومبليكيشن. اه بايلونيفرايتس ويعمل اوبستراكشن وهايدروريتر وهايدرونيفروزس ويعمل يورينيا العيان رينال فيلير بسبب رينال فيلير، وممكن الديستنت ميتاستاسيس تكون هي القاتله. ده الكومبليكيشن. نتفرج على الكلينيكال بيكتشر. عيان عنده هيستوري اوف بيلر ديزيز ولا لا؟ وبص بقى انا عملت لكم هات الرابعه هنا كمان اهي. انا كتبت اربعه كلينيكال بيكتشر بس خليك عاقل واحنا بنتكلم اهي. الاثنين يا باشا معاهم نيكروتوريا. يعني ايه نيكروتوريا؟ بريزنس اوف نيكروتيك تيشو في اليورين، في شغف ابيض نازل من البول يا دكتور. والاثنين يا بيه معاهم سوبرا بيبك بين، وجع كده خلاص. بس اسمع بقى اللي جاي. انا فاكر البيل هيرزيزس معاها تيرمينال هيماتوريا. تيرمينال هيماتوريا النهارده الهيماتوريا الموجوده مكتوب عليها بينفول ولا بينلس؟ بينفول. دكتور هو حضرتك البيل هيرزيزس بينلس ولا بينفول؟ بينلس هيماتوريا. يقول لك تيرمينال بينلس هيماتوريا. لكن سبحان الله يا جماعه لو جالي عيان وبيقول لي ايه؟ يا دكتور انا بتطير دم. ما انت بقالك 10 سنين، ما انا من قبل ما ادخل الكليه وانت بتطير الدم. انت مش عندك بالهريسيا؟ اه دكتور بس لما اخذ تصفيره الميه دلوقتي بقت بتنزل بحرقان. ده ابتدى بايه؟ السيستايتس اللي عنده. وليه ربنا سبحانه وتعالى خلاها كده؟ علشان عني ريبريزنت. ما انا بتطير دم، طب ما طول عمري بتطير دم، لا دلوقتي بقى بينفول هيماتوريا. لا اجري على الدكتور بقى يلا بقى. صح؟ عارف الناحيه الثانيه الترانزيشنال كارسينوما يقول لك انا بس بعمل حمام لمحت كره دم حمراء نازله بس. اتفرج عليه يعمله في نفسه. ده في دم نازل يا دكتور يجري وهي بينلس. يا جماعه انا ما زلت مصر على بينفول وبينلس لان دي الموضه. يبقى كده من الواضح ان الهايبر نيفروما كانت ايه؟ بينلس هيماتوري. صح؟ والنهارده الكانسر يورينري بلادر. لا اصبر، ده تكتب لنا في اول الكتاب كانسر بلادر كده؟ ها؟ لا لا، البينفول في الهارديال تايب وترانزيشنال دي بينلس تايب. يا حلاوتك لما قال لك كلمني هاو تو تري بينفول هيماتوريا ولا بينلس هيماتوريا، مين يختار شابترز ثقيله يا جماعه يحكي فيها؟ لازم تبقى فاهم ده. وافتكروها البيلهرزيزس حرام يبقى العيان عنده الهيماتوريا بينفول، هيتعذب قوي لان ده مرض كرونيك. لكن لو قالك كانسر لازم يبقى بينفول. الترانزيشنال من الاول بينفول. ولدرجه الترتيب بقى في الكلام مهم. ليه؟ بص يقول لك رقم واحد في سيستايتس التهابات المثانه هو اللي وصل بان العيان بقى يجي له البينفول هيماتوريا. عشان كده الهيت السيستايتس لازم تتحط في المقام الاول. ينزل بعدها الهيماتوريا البينفول، ينزل بعدها النكروتوريا والسوبرا بيبك بين. العيان الثاني لا، ده هو بس جاله وجع في الهيماتوريا جري. لكن ليتر اون يبدا يحصل السيستايتس ثم النكروتوريا. يعني يا جماعه واحد واثنين فيها حته ترتيب
وترتيب مقنع. طالما في بين بوليماتوريا يبقى كان مسبوق بالسيستايتس. لا ده العام جاي ببين السيماتوريا يبقى السيستايتس تيجي ليتر اون. اتفقنا؟ ده الكلام المهم. اذروايز اتفضل افحص عيانك لليورينيا والميتاستاسيس. رينا الماء ربما ابدومينال اكزامينشن في هايدرونيفروتيك تشينجز، اعمل بي ار اكزامينشن. مين فاكر بي ار مع البروستيك؟ مين فاكر بي ار؟ بس هنا البي ار هل توصلني للبلادر؟ لا، بس البي ار توصلني لاي نوديولز ممكن تبقى موجوده اندوجينس باوتش. هي تفيدني اكتر مع مين؟ مع كانسر بروستيك. نراجعها هناك بقى فعلا. انفستيجيشن، نعمل يوريا وكرياتينين. انا ممكن الاقي اليورينري بلادر كالسيفايد بالبلينك تري لان اصلها كان مين؟ بالهربيز. تعالوا بقى نتفرج على الاي بي بي والريجولار فيلنج ديفكت. شايفين المنظر ده؟ لدرجه كنا نحفظ الطلبه كده، يقول لك يا ابني لو الورم كده كانسر بلادر، طب ولو كده كانسر بلادر، طب ولو كده ميديان لوب، طب ولو كده ثلاثلا لوب، طب ولو كده كانسر بروستيك، طب ولو كده كانسر بلادر. طبعا كانسر بلادر، كانسر بلادر ترانزيشنال كارسينوم. اشمعنى ترانزيشنال؟ لان هي دي اللي تيجي لاترال اند بوستيريور، يعني عشرة يجون ويجي دي كانسر بلادر. يسالك ترانزيشنال ولا لا على هيئه الجمل ايه بقى؟ على هيئه الجمل يقول لك هي ريديو سنسيتيف ولا ريديو ريزيستنت؟ وانا ايش عرفني؟ ما هي لو سكويمس هتعرفوا انها ريديو ريزيستنت، ولكن لو كانت ترانزيشنال هتعرفوا في الصفحه اللي قدامها انها ريديو سنسيتيف. اي دونت نو، لا يو نو، لان حضرتك دي ترانزيشنال سيل كارسينوما. شفت يا جماعه الالعاب اللي بيجيبوها في الحته دي ولا لا؟ نعم. دي بالهربيز، لكن لما تعمل ورم يا احمد تلاقي البلادر كده، وادي البلادر نيك دي بدايتها، لكن كل ده ورم. ماشي الكلام؟ ما اختلفناش، انت بتفسر اللي احنا مش محتاجين تفسيره، يعني اوريدي خلاص انا معايا اكسبتد لاترال، لكن الجديده ايه؟ الترانزيشنال واخده بوستيريور كمان. نعمل الترا ساوند ونعمل سي تي سكان ونعمل ميتاستاتيك ورك اب واعمل سيستوسكوب واخد بايوبسي عينه منها كمان واشوف انهي نوع منها موجود. اعتقد الفاينل ستيشن بالنسبه لي هو اللاين اوف تريتمنت. نعالج ازاي الاورام دي؟ معلومه مهمه جدا لجمل الام سي كيو والترو فولس والاورال تجارات وكل حاجه، ده كانسر بلادر. فاكرين وانا طالب لما قعدت اقول لكم كانسر بلادر قالوا لنا امتحان كانسر بلادر، انت بتحكي في ايه؟ يقول لك غالبا في مصر البرزنتيشن ليه؟ ايوه، مش لاننا ناس وحشه، لان الهيماتوريا كانت عندنا من البلهارديزز بقى لها عمر، بس النهارده قلبت كانسر بلادر. وطالما في ليه برزنتيشن فهي ريديو اند كيمو ريزيست. يا جماعه خدوا بالكم الكانسر هنا نوعه ايه؟ سكويم، وهو ريديو ريزيستنت. اللي السطول في الرينال بلفيس عمل الكانسر ترانزيشنال وكان ريديو ريزيستنت ترانزيشنال. طيب نكمل. هنعمل ايه للعيان؟ توتال راديكال سيستكتومي، يعني ناوي تشيله مين؟ اليورينري بلادر واللور يوريتر، مش معايا كده؟ والبيريفازايكال تيشو، وتشيل كمان لو راجل بقى كمل البروستيت والسيمينال فيزيكال، ولو سبت الفاجينا والايه واليوتر. يا نهار، طب حضرتك معلش احنا شلنا البلادر وال طب البوث يوريترز نعمل زومين. وطبعا يقول لك يورينري دايفرجن. يعني ايه يورينري دايفرجن؟ نكتب كده عندها يوريترو كيوتينيوس، نكتب عندها يوريترو كوتينيوس. عند كلمه يورينري دايفرجن اكتب يوريترو كوتينيوس. طب نقرا ترانزيشنال سيل كارسينوما، هنا لازم احكم هي سوبرفيشال ولا دي. لو كانت سوبرفيشال اعمل كيو ار. مين سمع عن كيو ار دي؟ ترانس يوريترال ريسكشن. بس انا كنت بعمل ريسكشن لمين؟ لادينوما في بروست. لكن حضرتك النهارده بتقول تي او ار لكانسر في البلادر؟ لانه من النوع السوبرفيشال. فرق معايا يا جماعه قوي اللعبه. ويا ريت كمان ده كيمو سينتيف، ادي انترا فازايكال كيمو ثيرابي، احقن كيماوي، استخدم ليزر. ده انا بشيل اورام بليزر، ده انا بدي كيماوي يا جماعه انترا ليجينال، يعني انترا فازايكال جوه البلادر. ده كلام كبير، بس اتبنى على ان النوع مين؟
سوبرفيشال. لكن لو كان دي يا ابني اتعامل بغباء بقى، يعني توتال راديكال سيستكتومي ويورينري دايفيرجن. بس الميزه فيه ان في امل لاستخدام الراديو والكيمو. ويختم كلامه معاك في الصفحه دي يقول لك مين الكيمو ثيرابي للكانسر بلادر؟ فترد تقول له مين؟ مين عندنا النهارده؟ الام ذاك. الام ذاك، ايه الام ذاك بقى؟ يلا اقروا بقى. ماستين، فيمبلاستين، سيزبلاتينيا، صح؟ ام ذاك ناقص لي حرف. ام ماستين فيم ادريامايد، ده الايه اللي ناقص؟ خدتوا بالكم يا جماعه كان في موب زمان ولا لا؟ موب ماستينو كوبينو بريكاربازينو بريفيزو، الكلام ده كله سو امبورتنت اند سو دينجرس. افتحوا بقى اشتبوا معايا يورينري دايفيرجن، اشتبوا الصفحه اللي وراها، واخر حاجه كانسر بروستيت. ده نهايه اليوم. يلا كانسر بروستيت اكتر من 65 سنه، كانسر بروستيت ميل اكتر من 65 سنه، كانسر بروستيت بيجي في البوستيريور لوب. انا قلت قبل كده ما يجيش ميديان ولا تو لاترال. كانسر بروستيت لما تتفرج عليه كايتيولوجي انون كوز، بس في ثيري بتقول لونج ستاندنج اندروجين ستيميليشن. يعني جايز التستوستيرون ليه علاقه بحكايه كانسر بروستيت. نقرا الموضوع بهدوء ونختم يورو باذن الله. الكومنست تيومر في اكثر من 65 سنه مع الرجاله، لونج ستاندنج اندروجين، السايت بوستيريور، نيكد اي كل فلاور مات وذ هيموروجين كروسس، مايكروسكوبيك ادينو كارسينوما. ادي نص الصفحه خلصت ما فيهاش حاجه. ده مرض مين؟ كانسر بروستيت. ما حدش يتكلم. الريس متقال. البوستيريور لوب هكلمكم تدخل المرض ازاي وايه اللي حصل. الناس دلوقتي بقت انترستد قوي بالموضوع. ادينو كارسينوم الاسبريس. يلا احكي لكم في الكلينيكال بيكتشر ايه اللي حصل وايه اللي خلانا عارفين الموضوع. الاسبريس دايركت تو سيمينال فيزيكال يا جماعه. دايركت مين؟ لسيمينال فيزيكال. واحد يقول لي لو راجل مش عارف ايه لو دي. كانسر بروستيت يا حبيبي. كانسر بروستيت يا جدعان. سيمينال فيزيكال. البيري بروستاتيك تيشو. في فاشيا اسمها فاشيا اوف دولين في. اسمها ايه؟ فاشيا اوف دولين في. من الواضح دولين في دي فرنساوي. والفرنساوي عشان تتكلموا مظبوط لازم الاكس واي بتاعك تبقى تريبل اكس. ها؟ زود الاكس يعني. عموما دولين في. يعني ايه الفاشيا دي؟ فاشيا قويه ما بين البروستاتا والريكتم بتمنع الكانسر بروستات انه يوصل ايرلي تو ذا ريكتم. لمفاتيك سبريد انترنال واكسترنال لينف نود ومنها الى بارا اورتيك لينف نود. بلاد سبريد بدانا نقرب من قصه كبرنا. 90% بون ميتاستاسيس. يا راجل ده انتوا اول حصصي معاكم في الكانسر بريست قلت لكم يا جماعه ده اوستيليتيك ليجن. مين الورم الثاني اللي يضرب البون؟ فكلكم قلتوا كانسر بروستيت في الرجاله، صح؟ النهارده 90% بون. يقول لك بون فورمينج اوستيوبلاستيك. اصل الاورام لما توصل للعظم حاجه من اثنين، يا اوستيوليتيك يا اوستيوسكليروتيك. اوستيوليتيك ده بيكسر العظمه يخليها ريفايد وتتكسر. اوستيوسكليروتيك بيسخن العظمه مش خليها ريفايد، بس برضه باثولوجيكال فراكشر يجي لها. يعني كل الاحوال دي باثولوجيكال بون ديزيز. عشان كده كانوا زمان برضه يقولوا لنا ايه اثر اوستيوليتيك بون ديزيز؟ اوستيوليتيك كانسر بريست. طب اوستيوسكليروتيك لا كانسر ايه؟ كانسر بروستيت. في حاجه ثانيه يا جماعه، ايه العظم اللي يجي للناس دول؟ خدوا بصوا بس خدوا كده ايه بالكم معايا. ده السرنا منها الرب ورا السباين تنزل بلبس ثم الفيمر. ايه ده كله؟ كل دول طبعا اللي حصل لو تذكرتوا من خمس ست سبع سنوات لو فاكرين كان سافر المانيا او فرنسا مش فاكر. المانيا. طب انتوا عارفين يا عم كل حاجه. وطبعا قالوا بعد ما عمل فحوصات بره، وده كان نقد كبير جدا، ازاي يعمل فحوصات بره لو احنا ما عندناش دكاتره هنا ولا ايه؟ انتوا فاهمين ولا لا؟
المهم يعني بعد ما عمل فحوصات بره ورجع فقالوا لا يا جماعه ده ما كانش حاجه غير كان ديسك برولاب، وجاب واحد اجنبي جدع اكسلنت صح كانوا ماسكينه اصل ده كان تعليق مدحت بتاع الاناتومي، عارفين مدحت اناتومي استاذنا وحاجاتنا طبعا يا راجل ربنا يمسيه بالخير، فكان تعليقه مع الطلبه بيقول لهم يا جماعه ده نصاب مطلعينه يتكلم كلمتين لانه ماسكه بالمقلوب، يعني ماسكه بيشاور للناس وماسكه مقلوب، فعارف كل واحد يبص للمرض بنظرته يعني. فطبعا انا عمال اذكر يعني لمبر ديسك برولاب، ديسك برولاب لرئيس دوله، في ديسك في رئيس دوله يجيله ديسك اللي بيشيل ان شاء الله الا لو بيشيل هموم الشعب انا هموم شعب ده ما يقومش يابا صح ولا انا غلطان؟ معاك حق، لكن ديسك برولاب، لكن احنا شعبنا ايه؟ انت ضعيفه كده وريانه. بس بيني وبينكم بوظ لي المنهج، لان بيقول لك 5 year survival rate. دخلت 7 سنوات ولسه الامور بون ميتاستاسيس. بون ميتاستاسيس يقول لك البون ميتاستاسيس اشهر عظمه مش بتبرى البون بقى، اشهر عظمه بلف البون، بلف البون وليها تفسير. مين فاكر كانسر بريست؟ كانت فيرتيبرال بون ليه؟ فالف للفيرتيبرال فين. طب النهارده فاكرين مره قلت لكم فازايكو بروستاتيك فينوس بلكسس؟ في هنا ايه؟ فينوس بلكسس اسمها فازايكو بروستاتيك، فاكرينها ولا لا؟ يقول لك الفازايكو بروستاتيك فينوس بلكسس مع البلفس، ده البلفس في ايميشري فينز يا جماعه، ايميشري فينز يعني فينز رفيعه قوي داخله من النيوترال فورامين بتاع عظمه البلف، ايميشري فينز فالفلس خلصت، يجي العين يحزق ولا يكح ولا يزود الكونجكشن، يوم حته مالجنانت سيلز معديه على الفالفلس ايميشري فين وتعمل العيان بون ميتاستاسيس في البلفس. وزي ما بدات الكورس هناك باوستيوليتيك ليجن باثولوجيكال بون فراكشر سباين، النهارده بنقول كانسر بروستيت بيروح للبلفيك بون. الستيجنج بتاعنا لو كان في صفر نو ماس، في واحد نوديول، اثنين ديفيوز، ثلاثه سيمينال فيزيكال، اربعه بقت بيت انفلتريت. الليمف نودز مفيش او ريجنال واحده سيفرال يا فيكسد يا اما داخله على سنترال بار اورتيك ليمف نود، والميتاستاسيس يا مفيش يا في هتتحافظ يعني هتتحافظ. شوف احنا خدنا كام تي ان، تي ان ام في المنهج خدنا اثنين في الجنرال والجي اي تي اسوفيجاس والسومك، والنهارده هو بنقول كانسر بروستس. يعني لما تجمعهم كده يا جماعه تصورهم حتى من الكتاب وتلزقهم جنب بعض وتروح كده تحطهم في ورقه قدامك كده في المدينه الجماعيه كده صفحه كده تقعد كل شويه تبص عليها تفرق ايه يعني؟ الله. وتيجي اخر السنه كده تصورها صغيره كده صغيره تقعد تقرا فيها كل شويه، احنا علينا راحت يا ابني من المذاكره. يقول لك في كلينيكال بيكتشر اسمها باثولوجيكال سيربرايز، بيشخصوا العيان على انه سينال انلارجمنت، وبقى لهم فتره عايشين على انه سينال انلارجمنت، وفي الاخر اتخنقوا من العيان قالوا يلا نشيل ادينوما ونبعتها باثولوجي. كانت النتيجه يا جماعه والمعمل قال لنا مفاجاه ده كانسر بروستيت، وادانا خبطه بالالم ما يعني لا اتخيل هذه يا نهار. تخيلوا باثولوجيكال سيربرايز مفاجاه. عيان تاني عنده يورينري اوت فلو اوف الثاجر، يقول لك العيانين يا ابني اللي جاي لهم يوري ريتنشن، يوري ريتنشن نيفر سند بيشنت تو هوم، فاكرينها؟ دي كانت فاول اليورو، نيفر سند بيشنت تو هوم فول انفستيجيشن، عملنا له انفستيجيشن طلع كانسر بروستيت مفاجاه. يا جماعه من الواضح ان كانسر بروستيت ايه؟ ما دخلش العياده كده قال كلمتين قلت له انت كانسر بروستيت، لا انا شكيت في سنايل انلارجمنت طلع كانسر. داخلي باكيوت يوري ريتنشن نيفر سند بيشنت هوم طلعت كانسر او بيكتشر اوف ميتاستاسيس اهو ميتاستاسيس تو سباين، واكتب جنبها ديفرنشال دايجنوزيس لامبر ديسك برولاس وفهموها مع نفسكم بقى. ممكن ينفيد السياتيك نير ويعمل سياتيكا، ممكن يوصل للإيلياك فينز ويعمل إديمة. روح كده لبتوع البطنة قول له من أسباب إديمة بايلاترال كانسر بروستيت، إن ما بطقوا عليه حتى الوفاة ما بقاش أنا. بس هي إيه معلومة صحيحة. البي آر إكزامينيشن مين فاكرهم؟ الريجلر وهاردو أسيمتريكال. انا فاكر كنت الاف الرابع قلت ايه؟ سالكاي اكسنتويتد النهارده اوبليكريتد سلايدنج ريكتال ميكوزا انابيلتي تو سلايد ريكتال ميكوزا انفستيجيشن. كل سنه وانتم طيبين
اليورو بينفذ امتاتيه الاخيره، اليورين اناليسيس واليوريا او كرياتينين الروتين. وبنطلب للعيان البيتا، البيتا دي البروستاتيك سبيسيفيك انتيجين، دي تيومر ماركر، بنطلبها للعيان اسمها البيتا. وبنطلب اسيد فوسفاتيز انزايم، الالكالاين فوسفاتيز ده سمعنا كتير عنه قوي مع ليفر ايه، مع ليفر افكشن، مع ليفر افكشن من، لكن لما تقراه مع بيتا في عينه واحده اعرف ان الاسيد فوسفاتيز انزايم ده بص بقى 0 ل 3 ده النورمال، 3 5 سجستيف ان ده مالجنسي، 5 ل 10 دايجنوستيك ان ده مالجنسي، اكتر من 10 يبقى ده ايه؟ يبقى ده بيقول ان في بون ميتاس. عظيم. نعمل اكس راي ونتفرج على الاي بي بي، ايه رايكم هنا؟ شايف الريجولاريتيز؟ شايفينها؟ يبقى الريجولار فيلنج ديفكت في البيل، نعمل بون سكان وسي تي وترانس ريكتال الترا ساوند اند بايوبسي هو الانفستيجيشن اوف تشويس وات اباوت تريتمنت. عيان طول ما هو فيت نتوكل على الله ونعمل راديكال بروستاتيكتومي ونخلص. عياني لو كان عنده اوبستراكتيف اوت فلو اعمل له ترانس يوريترا ريسكشن. شوفوا يا جماعه ده جار، دي كانسر بلادر، دي كانسر بروست، ودي اليورينا للبلادر، ده جار من سنه ثالثه وهيموراج ونيكروزس، واللي انت شايفه ده المالجنسي اللي عامل ارجنالتي في الفيزو في يورينا للبلادر. وطبعا اللي قدامنا ده بص اوبرتيف ولا مورتم، انا من حق اعمل راديكال ايه؟ بروستاتكسن بس عشان نامن نفسنا. ده بص اوبرتيف ولا مورتم؟ بص اوبرتيف. لا مورتم. ليه؟ الله، هو انا بشيل البلادر معاها؟ هو انا بعمل راديكال بروستاتكس بشيل بلادر؟ لا، ده انا ما اشيلش بلادر. فيجي زميلك يقول لك ايه؟ مش يمكن انفلتريتنج للبلادر شلناها بسيفتي مارجن؟ يا ابني ما لو انفلتريتنج للبلادر وسبب غزلناها بسيفتي مارجن كنت اديها ريديو ثيرابي، ما ينفعش اروح اشيل بلادر. فاهمني؟ انسول اللي قدامكم ده كان كانسر بروستيت بوست مورتم، شفت فادي الداتا، شفت في سرعه، شفنا افلام سرعه جدا، شفنا جارات، مجموعه جارات شفناها النهارده. افرض عيالك اللي دخل عليك ده وعنده اوبستراكشن، اعمله ترانس يوريترال ريسكشن. اعالجه بيوريسكشن؟ لا، انت مجرد بتفتح خط ينزل منه اليورين وتتوكل على الله بعد كده تشوف فيت ولا ان فيت وتكرر راديكال ريموفل ولا راديو ثيرابي. طبعا اخر علاج يا جماعه وده اهم علاج هو هرمونال ثيرابي. والهرمونال ثيرابي بيتعمل بايلاترال اركيدكتومي. ما اعتقدش ان ممكن كبير يتعمل له بايلاترال اركيدكتومي ويرجعوه للشعب. ممكن الشعب هو اللي عموما بايلاترال اركيدكتومي كاستريشن، يقول لك كاستريت ذا بيشنت علشان توصل نسبه التستوستيرون تحت. في حاجه اضرب الزولادكس، الزولادكس او النولفادكس، يقول لك هو بيرفع التستوستيرون في الاول بس بعد كده بيوصلها اب تو كاستريت ليفل. يعني ايه كاستريت ليفل؟ كان معمول له كاستريشن. صح ان انا غلطان؟ عشان بس لو حبيت تدي هديه لزميلك فيتامين ولا بتاع زولادكس موجوده. طيب ناتيلاماي، ناتيلاماي انتي اندروجين، ناتيلاماي تستوستيرون برضو انتي اندروجين. بيني وبينكم مجموعه ادويه لطيفه. ختمنا الكلام بالبروجنوزس. ذا مينورتي، ذا مينورتي ان بلاقي العيانين عندهم جود بروجنوزس ومفيش ميتاستاسيس، لكن في ميتاستاسيس وزبور بروجنوزس دي الماجوريتي، والمفروض سرفايفل ريت سريعا وانتهى الموضوع بدون تعليقات اخرى. كده انتهت الحدوته.